نتكلم عن موضوع الرضا، كانت سعيدة أو شقية مهما كان ومهما صار، تأكد أن الله بيعطيك ولين يرضيك، ومن يومك في بطن أمك، من يوم ربي ينفخ فيك الروح وانت في بطنها 4 شهور يكتب لك جميع أقدارك، أنت سعيد وكل أمور مجريات حياتك، سعيد شقي غني فقير، والله ما تأخذ شيء إلا قد كتبه ربي لك وقدره لك. متى تستوفيك المنية؟ هل أنت بتتوظف في وظيفة تباها حتى لو كنت تطمح لشيء وتبغى توصل له، وهذا الشيء ربي مو كاتب لك، والله ما تأخذه، حتى لو كل العالم اجتمعوا على أنهم يضرونك على شيء وربي مقدر لك الخير في موضوع معين، والله يا ربي نكتب لك الخير ونيبعد عنك شر الناس، والعكس صحيح. فالواحد يرضى بما كتب الله له من القدر ومن مجريات الحياة. هذا الشيء اللي كنت بتكلم عنه، وجزاني الله وإياكم خير. أجر لك في حياتك وبعد مماتك. تخيل الآن ما شاء الله تبارك الله مع نزول المطر تتصدق، سبحان الله الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا موطن إجابة مع نزول المطر. استغلوا هذه الفرص دائما، سبحان الله. الله يعطينا في كل يوم أوقات يستحب فيها الدعاء، قبل يومين يقولون وصل 50، لأن يومين ما سمعناه كم وصل النسبة، ممكن يجينا أبو غلا يقول خلاص اكتمل الوقت. بادر، فهي فرصة عظيمة والله العظيم لك قبل المحتاج. المحتاج هذا في غيرك بيتصدق بيبادر بياخذ الفرصة هذه، أنت سابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس في هذا الأجر العظيم. هذا أجر جاءك حتى عند جوالك، ارفع جوالك خلال دقيقة وانت متبرع ومتصدق بما تجر به نفسك. انزت فلك كلها لك 150 إلى 250 ألف، ما نقص ماله من صدقة، فهو كنز لك في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال أبو بتال، مع الأمطار هذه، مع رحمة الله سبحانه وتعالى، أنك تصدق وأنك تعطي مسكين ويدعي لك في ذا المطر، في ذا المطر يدعي لك ويستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء في هذا المطر والرحمة من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال أبو بتال، رحمة صدقة تطفي غضب الرب وتكون ظلك يوم القيامة. فتصدق كلها 150 ريال، ما يقارب في الكويتي تقريبا 12 دينار ولا 13 دينار، ما هي مخسرتك شيء ولا هي راح تعجزك عن شيء. فتصدق وبادر، الله يعطينا ويعطيكم الخير يا رب العالمين.